جاءنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بماذا جاء؟ هل جاء لغرض دنيوي، لحاجة له في المال، في الجاه، في أمور الدنيا؟ لا، جاءنا رسول الله لينقذنا نحن، جاء ناصحا، جاء هاديا لنا إلى كل خير ومحذرا لنا من كل شر، جاء ناصحا صادقا أمينا، جاء ناصحا حريصا علينا كما قال حريص عليكم، أي حريص على نفعكم أن يوصل لكم الخير ويبعدكم عن الشر. فإذا أنتم عملتم بما جاءكم به فرح بكم والسر، وإذا عرضتم عن ذلك وإذا به معنى ذلك حزن عليكم وتكدر وكرب من أجلكم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى الله، فمن أجابه فرح له لأنه وصل إليه الخير وانتفع ذاك الشخص بالخير، ومن أعرض عنه حزن عليه وأسف وهكذا وكرب له وتحسر حتى نزلت الآيات تسليه: فلا تذهب نفسك عليه حسرة، فلا تذهب نفسك عليه حسرة.